السلام عليكم قناة مشاهد تي في، سلام المغاربة كاملين. معكم غزلان بني ملال أستاذة الثانوي التأهيلي فرنسية. شكرا جزيل الشكر للصحفي الجليل على هذا الاستجواب الجميل. دونك بالنسبة لطريقة البرايل، هي بالنسبة لي إحساس وتواصل مع الحرف، تواصل مع اللغة، تواصل مع الكلمة، لأن هي من الوسائل اللي ساعدت الكفيف بولوج مجال المعرفة ومجال العلم. كتابة اخترعت في فرنسا 1800، ما بين 1890 و 1851. فين قريتيها؟ درست بال يعني هاد يمكن تعاودينا على هاد المراحل. مراحل درست مدرسة الابتدائية المغرب العربي، والإعدادي والثانوي بالمنظمة العلوية ولاية المكفوفين بني ملال. بني ملال خديت البكالوريا في ثانوية بن سينا، والإجازة في الدراسة الفرنسية في جامعة مولاي سليمان، وإجازة في علوم التربية في المدرسة العليا للأساتذة بمراكش. تحية لأصدقائي اللي في المدرسة العليا للأساتذة. كتلقاي شي مشكل في قيسن مثلا؟ ومن بعد نكمل لك، ومن بعد ولجت لمركز مهن التربيه لتكوين الاساتذه بمراكش نيت، وتخرجت استاذه. بالنسبه للعراقيل في الاول كانوا صعوبات، لان دوزت لي ستاج في دي ليسي عاديين في ثانويات عاديين، ولكن الحمد لله حاولت نتجاوز هذه المساله بفعل التواصل مع التلاميذ وفعل استعمال الحاسوب. يعني زائد البرايل تنستعمل حتى الحاسوب، ومجموعه من المكفوفين حاليا تستعملوا الحاسوب وتستعملوا الوسائل التقنيه التكنولوجيا اللي تسهل علينا بزاف الماموريه من خلال واحد اللوجيسيال ناطق اللي تيقرا لنا ما يلج وما يوجد على شاشه الحاسوب، وحنا بدورنا تنتفاعلوا معاه وتنكتبوا وتنقراو بكل سلاسه وبكل اريحيه الحمد لله. بالنسبه للقسم قريت ثانوي تأهيلي نفس الدروس اللي عند الوليدات الاخرين في الثانوي، نفس المواد نفس المجزوءات بالنسبه للمحتوى الدراسي. تنحضر دروسي بطريقه برايل، وكذلك تنعاود نسجلهم على الحاسوب بطبيعه الحال. اش بغيتي تقولي للناس اللي عندهم هذه الاعاقه ولا هذا الاكراه هذا من خلال التحدي ديالك؟ دونك تنشكر الصحفي الجليل. هو بالنسبه ليا ماشي تحدي، ولكن هي بالنسبه ليا يعني خاصنا ما عندناش اختيار، لان كنت في الاول تنشوف ومن بعد نقص ليا الشوف. مي هذه تتبقى اراده الله سبحانه وتعالى، وحنا في الحياه مسيرين ولسنا بمخيرين. وهذا الشيء ما كنتش بوحدي، لان يعني بمساعده الاسره الكريمه ديالي، الاباء ديالي والاخت ديالي والاصدقاء ديالي، سواء في الجامعه سواء في المدرسه العليا للاساتذه سواء في مركز تكوين الاساتذه، اللي تنوجه لهم تحيه كاملين وتنسلم عليهم بزاف، يعني بفضلهم هما كان، والجيران ديالي والعائله ديالي الكبرى بفضلهم هما والدعم ديالهم والمسانده ديالهم والسهر معايا والسفر معايا باش ندوز لي كونكور. دونك واخا نعيا ما نشكر فيهم، ما غاديش نوفيهم حقهم. شكرا لك. شكرا لك. الكلمة الأخيرة هو تنشكر جميع المغاربة والمغربيات، وتنبغي نقول لكم دائما كونوا إيجابيين وحافظوا على الحب وحافظوا على الطاقة الإيجابية فيكم. ورحنا دائما في الحياة عندنا الصعود والهبوط، يعني ماشي دائما غادي نكونوا في صعود وماشي دائما غنكونوا في هبوط. وواحد الجرده الا كنتوا في واحد الجرده، ديك الجرده راه فيها الورد، ولكن داك الورد ضروري فيه الشكر. دونك حاولوا عفاكم تكونوا ايجابيين، والحمد لله على كل حال. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.